هناخد واحد كده وندوقه مع بعض ونشوف النتيجة عاملة ايه. عايزة واحد يكون ايه بارد شوية. عندك ورق زبدة اللي احنا بنعمل منه حلويات محشية سخنة، هتدوق كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بجد رهيبة. تنحنوا بقى لو انا بدوق قدامكم، بس والله تحفة. جميلة والله يا جماعة، جميلة تحفة. شايفين العجينة؟ عشان احنا عجناها بالزبدة مورقة من جوه ازاي. عايزة اقول لكم والله العجينة احسن من الحشو نفسه. جربوها بقى، متنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو. مع السلامة. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم خرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إني أسألك راحة لقلبي، وفرجا لهمي، وتيسيرا لأمري. اللهم آمين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. ان شاء الله هعمل معاكم النهاردة الحواوشي الاسكندراني. مش لازم بس اهل اسكندرية هم يبقوا شطار فيه، احنا برضو ما شاء الله علينا ستات بيوت شاطرين ونقدر نعمله. معايا هنا كيلو من الدقيق، دقيق نوع الكوثر بستخدمه، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، معلقة كبيرة من السكر، نص معلقة صغيرة من الملح. وهعجن النهاردة بزبدة مارجرين اللي انتوا شفتوها في الاول. انا عملت زبدة على سمن. اهم حاجة ان احنا نبس كويس جدا الدقيق بالزبدة بتاعتنا، وما ننساش حبة البركة. ناخد كده حوالي نص معلقة صغيرة. وبعد كده بعد ما اتأكدت ان بسيت الدقيق بالزبدة بتاعتي كويس جدا، هعجن بقى بالمية بتاعتي. اهم حاجة تكون مية فترة. هاخدها هنا على الرخامة بتاعتي وافضل اعجن فيها. واهم حاجة اتأكد ان مفيش فيها اي كتل او اي كلاكيع كده بتبقى ظاهرة من السمنة بتاعتي. حابة ان انت تعملي بالزيت براحتك، انا بحب اعمل زي ما قلتلكم زبدة مارجرين تحفة، وبجد بتخلي معايا العجينة او العيش بتاعي مورق كده وجميل. معايا هنا كمية من البصل حوالي هنا، او يعني البصل بتاعي صغير 7 أو 8 بصلات، وكمية من الفلفل، وكان عندي ليا كده مفرومة في الفريزر طلعتها، وحطيت بهارات الحواوشي بتاعت الحواوشي ذات نفسه، ونص معلقة ملح كبير بس كده. مش هحط اي بهارات تانية غير معلقة كبيرة من البابريكا اللي هي الفلفل الحلو يعني البارد. وطبعا عندي كمية اللحمة اللي انا هعمل بيها، خدت الكلام ده كله وديته فرمتين تلاتة كده في الكبة بتاعتي، وخلاص بقى لونها وشكلها جميل كده. العيش بتاعنا خلاص خمر، وهبدأ بقى كده انا اقرصه، واحاول اخليهم كلهم نفس المقاس، يعني ما اخليش رغيف اكبر من التاني. وما شاء الله الكمية عملت معايا يعني كمية كبيرة، يعني قضتنا وكمان تعشينا بيها كمان. اسفين برضو ان احنا برضو بنزعجكم، استنى بس عشان خالتاته ما يزعلوش مننا، اصبر بس يا سولي. غطيت العجين بتاعي وانا ببدأ افرده كده عشان ما ينشفش معايا، بيعمل طبقة من فوق ناشفة كده ومبقاش حلو. بصوا، بجيب العجينة بتاعتي وبفردها، باخد اول واحدة انا قرصتها عشان تتفرد معايا بكل سهولة، وبجيب كمية اللي انا هعملها من اللحمة او يعني الحشو بتاعي. ممكن تعملي بالفراخ اللي انت حباه. زي ما قلت لكم لو مش عندك ليا، او يعني لو عندك ليا اللي هي يا جماعة بتبقى من لية الخروف، ممكن تعملي بأي دهنة بتجيبيها من عند الجزارة وبتفرميها، وبتبقى برضو طعمها جميلة وبتدي يعني نكهة حلوة قوي. تحية برضو لأهل اسكندرية. مش عايز اقول لكم يعني الوصفة دي بتاعتي والكلام ده، لا، انا شفتها يعني ناس كتير اسكندرانية اصحابي عملوها، وما شاء الله عايز اقول لهم شابو ليكم، النتيجة تحفة. بصوا انا بفرد كده، ويعني لو حسيت العجينة تعبانة في الفرد ممكن افرد كده بالسمنة مني، ان انا بدهنها من جوه بالسمنة وبفرد. بصوا لاصحاب الناس اللي بتعمل دايت، الحواشي مش لاصحاب الناس اللي بتعمل الدايت. تمام كده. استنى يا حبيبي، استنى خالتاته هيزعلوا مننا. تعالي تعالي تعالي، احنا اسفين بقى لو احنا ازعجناك. بصوا بقى بنقفلها كويس، بنحط الرغيف الاولاني، نحط الحشو وبعدين نرجع نحط الرغيف التاني ونقفلها كويس جدا. اهم حاجة التقفيل ده. انا دلوقتي نسيت خطوة وانا بصور وهقول لكم ايه هي الخطوة. ان انا نسيت ان انا افتح الرغيف بتاعي من فوق بالشوكة، وهتشوفوا النتيجة، هتشوفوها، مش هحرق لكم الفيديو، هتشوفوا النتيجة ايه. بس هقول لكم نصيحة ما تنسوهاش، بعد ما تحط الحواوشي كده اهو تفرديه، وتحط الحشو بتاعك، الصينية بتاعتنا طبعا دهنينها سمنة او زبدة، وتحط الحشو بتاعك وتحطي الرغيف التاني من فوق،
ما تنسيش بقى وانت بتحطي الرغيف التاني وبتقفلي كويس جدا بالشوكة، ما تنسيش ان انت برضو تعملي فتحات من فوق او تخرمي الرغيف من فوق بالشوكة كده، عشان خاطر ده اللي خلى الرغيف بتاعي ما دخلت الفرن فصل عن الرغيف اللي تحت. وتضغطي كويس جدا، لان انت لو ما ضغطتيش كويس جدا الرغيف هيفك معاكي، وهتشوفوا دلوقتي النتيجة قدام عيونكم. وانتوا عارفين ان انا ما بحبش ان انا اقطع اي حاجة من الفيديو، بحيث ان كلكم او كلنا بنتعلم من بعض، بلاش اقولكم يعني بعلمكم، لا كلنا بنتعلم من بعض. بصوا انا عملت اهو، دي الطريقة التانية. انا اقول لكم انا عملت يعني التقفيل طريقتين، الطريقة اللي انا حبيتها الطريقة التانية دي هعملها معاكم تاني دلوقتي. انا هنا حطيت شوية من البركة، حبة البركة، وضغطت كويس جدا عشان على الرغيف كده عشان حبة البركة ما تطلعش وانا بسوي. باخد الرغيف بتاعي رغيف واحد بس، بوسعه عندي بالمرددة والنشابة تمام كده، وبعد ما فردته بحطه في الصينية، وبتني الرغيف او العيش بتاعي نصين، وحطيت الحشو بتاعي في النص، وبقفل كده بالشوكة كويس جدا وبخرمها. اوعي تنسي ان انت تفتحي الرغيف من فوق، وحطيت برضو حبة البركة بتدي طعم حلو. لو انت حابة ان انت تحطي سمسم براحتك انت زي ما انت حابة. بصوا الطريقة برضو دي انا ما نسيتش بقى ان انا اخرمها بقى من فوق، لان انا كنت نسيت الاولين ان انا افتحهم من فوق، فبالتالي ما نسيتش في دي. المرة دي خلاص الكمية معايا خلاص بدأت تخلص، ما شاء الله الكيلو والدقيق عمل كمية كبيرة جدا من الحواوشي. يعني انا من بعد الطريقة دي وجربتها في البيت بجد والله ما عدتش بشتري حواوشي من البيت، والاولاد اصلا عادوا حابين ان انا اعمل عجينة الحواوشي في البيت واسوي كمان الحواوشي في البيت، لان انا لما بسوي الحواوشي او الحشو مع العيش بيدي طعم حلو قوي. تلاقي بقى العيش كده متشرب من اللحمة، واللحمة برضو متشرب واخده ريحة حبة البركة تحفة. الطريقة دي زي ما قلت لكم انا بفضلها ان انا احط رغيف واحد واتنين واحطه في النص. يا ريت بقى خالتاتو الحلوين لو وصل لغاية هنا من الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك، وتكتبوا لي في الكومنتات تعليق حلو كده، لان بجد السلطان سليم بتاعي ده مش عارفه اسجل منه خالص، ويعني راكب فوق نفسي يعني بسجل لكم وانا هبط اصلا من كتر شيله. خلاص خلاص الكمية دخلها الفرن ما شاء الله اهو. بصوا بقى لازم اوريكم اللي في الاول خالص اللي انا ما فتحتهمش من فوق او خرمتهمش من بالشوكه من فوق كده. بصوا فكت معايا ازاي الرغيف الاولاني فك عن يعني فصل عن التاني. ده بقى بيحصل لو انت ما فتحتيش فتحات بالشوكه من فوق وتقفليه كويس جدا من الجناب. معلش بقى انتوا عارفين ان انا يعني في الحته دي ما اقدرش، لازم ادوق يعني لازم ادوق. تحفه تحفه يا جماعه، العجينه من جوه تحفه، الزبده دي مخليه العجينه بتاعتي مورقه كده وحلوه ما شاء الله. انا اتمنى كلكم كنت تكونوا معايا والله بجد يا جماعه. كيلو الدقيق يعني من ما شاء الله من كتره يعني اتغدينا وتعشينا وفطرنا منه كمان، يعني ما تستهتريش بالكيلو الدقيق، لا ما شاء الله بيعمل كميه معتبره. بصوا بقى كريم لهلب كده وانا بدوقه، والله تسلم ايديا وحياه عينيا، وتسلم اهل اسكندريه على الطريقه بتاعتهم الجميله دي، تحيه ليهم. واحنا برضو بقى شطار وما شاء الله علينا، يعني بنعرف بقى ان احنا نعمل بقى والحاجات دي. يلا الكميه بتاعتي خلاص خلصتها، يا رب الطريقه بتاعتي تعجبكم. بصوا بحاول اوريكم الحشو من جوه كده. يلا اسيبكم بقى عشان خاطر السلطان سليم تعبني قوي، وخلاص انا هبطت بقى من كتر شيله والتسجيل في نفس الوقت. يلا اشوفكم على خير، ما تنسوش تحطوا لايك. باي باي.